من استيراد عتاد الري إلى تصنيعه وتسويقه محليا كانت فكرة هذا المستثمر. بعد الخبرة اللي اكتسبناها في مجال الاستيراد ارتأينا لو يعني نقوم بالإنتاج هذه المنتجات اللي فيها نقص فادح في السوق الوطنية، ارتأينا أن نقوم بإنتاجها محليا بأيادي جزائرية، منتوج جزائري 100%. التصنيع وتغطية السوق الوطنية بإنتاج وفير وذي جودة يطمح من خلاله المصنع إلى الانتقال إلى التصدير مستقبلا. عندنا عدة فروع في الجزائر، نغطي 36 ولاية، ونطمح لأن نكون رقم واحد في الجزائر، ولما لا تصدير إلى الخارج إن شاء الله. المناخ الاستثماري المساعد بولاية برج بوعريج والتسهيلات المقدمة من السلطات المحلية ساعدت المؤسسة في نشاطها الصناعي والمساهمة في التنمية المحلية. لقينا تسهيلات في جميع النواحي، سواء في المادة الأولية، سواء في استيراد المنتوج، المنتج بحد ذاته، والحمد لله يعني ما لقينا حتى عراقيل. عندي مدة سنة وأنا أعمل هنا، الحمد لله صبنا منصب شغل هنا في المصنع هذا، أنا أحد أبناء هذا المنطقة. تحصل على قطعة أرض على مستوى منطقة مشتى فاطمة، تحصل على رخص فتح واستغلال استثنائية في إطار التعليم الرئاسية، واستجاب لهذه التحفيزات هذه بالانطلاق ومباشرة المشاريع نتاعو ودخلت حيز الخدمة، ويطمح حتى للتصدير يعني على حسب التصريحات نتاعو والآفاق الاستثمارية نتاعو. نشاط صناعي يتلائم مع طبيعة المنطقة الفلاحية والصناعية ويمول السوق الوطنية مع البحث عن أسواق خارجية عبر التصدير في قادم الأيام.